السلام عليكم، معكم المنشد عادل. سيكون لي شرف المشاركة ضمن فعاليات المهرجان الدولي ابن بطوطة في دورته الثانية، والذي ستكون فعاليته بمدينة طنجة ما بين 9 و 12 نوفمبر. هذا المهرجان اللي غادي يجمع ما بين فنانين ومبدعين من جميع أنحاء العالم تحت شعار الرحالة سفراء السلام. فإذا أنا كنطلب منكم أنكم تساهموا وتدعموا هذا المهرجان. ملقانا ما بين 9 و 12 نوفمبر. كونوا في الموعد.